المستوى الافريقي المنتخب المغربي الذي كان حقق حلم ملايين لصفقة المغاربة ولكن العرب والافارقة بوصول والعبور للدور نصف النهائي. المنتخب المغربي كان من الاربعة الكبار، هذا يدعو الاعتزاز والافتخار. اكدنا للعالم ان المستوى ليس مغربيا بحماس وبتفاني وبروح وطنية قل نظيرها. بسرعة سنقدم تشكيلة ديال المنتخبين. المنتخب الوطني المغربي يدخل المجموعة الثانية، ياسين بونو في حراسة المرمى، باقي اللاعبين نصير مزراوي، نايف اكارد، العميد غانم سيس، اشرف حكيمي، عز الدين اولاحي، تواجد سفيان امرابط، بلال الخنوس، حكيم زياش، سفيان بوفال ويوسف نصيري على مستوى الهجوم. هذه التشكيله الرسميه ديال المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي على مستوى الاحتياط هناك مدير محمد المهدي بن عبيد كحارس، جواد يميق، عبد الرزاق حمد الله، اشرف داري، عبد الحميد صابري، انس الزلوري، زكريا ابو خلال، عبد الصمد الزلزولي، بن جميل بوشواري، وليد شديره، ايوب الفوز في هذا اللقاء. انتبه هذه المحاوله، حكيم زياش رفع الكره، فرصه وتدخل الدفاع، ابعاد الكره للريان القطري. هناك خطا، هناك خطا بالفعل، هناك خطا، حكم المساعد رفع الرايه، وبالتالي كان خطا امام اللاعب عز الدين اولاحي، كذلك اللي زياش، حكيم زياش كيرفع الكره، فرصه 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 وخروج الحارس، خروج ويفرتون، بيريرا دا سيلفا هو اللي بعد الكره، رودريغو وفينيسيوس، الكره كره خطيره، دخول داخل منطقه الجزاء والتغطيه ممتاز مره اخرى، غانم سيس على مستوى التدخل ثابت بحقه في التنظيم، في الوقت ثمن المحاوله، اشرف حكيمي بن جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولنتينو، خطيره، فرصه خطيره لفائده المنتخب البرازيلي، كره جات فوق المرمى، ابرز محاوله لفائده المنتخب البرازيلي. سنوتريكيا واوروبا في الوقت هذه المحاوله لممثل القاره الامريكيه الجنوبيه، منتخب البرازيل، تدخل وسط بوفال، امكان نيمار عند يوسف نصيري، لكن المنتخب الوطني المغربي، او يوسف نصيري، فرصه 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 فرصه، او مرات جانبا، فرصة الهدف مرت جانب الوسط، نصير مزراوي هو اللي كان وراء الكرة الأخيرة، تمريرة ممتازة لنصير مزراوي، خدع الكرة بالصدر كما سنتابع، لاحظوا تمريرة كذلك، ازدواج على مستوى الأضواء، خطيرة 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 خطيرة، لابد من إبعاد الكرة، ياسين بونو، ياسين بونو، ياسين بونو كنقول بأنه كفر على الخطأ اللي قام به 51% للمنتخب الوطني المغربي، كرة طويلة، أشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ، خروج خاطئ والهدف، خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي، في الوقت اللي هناك وضعية تسلل، إذا هناك وضعية تسلل مهم وقوي بالنسبة للعناصر الوطنية، إذا هناك تسلل، إذا هناك وضعية تسلل، ولكن استرجاع الكرة من طرف اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي، تبدل المحاولة، أو بوفال، فرصة 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 فرصة، أو بوفال، أو هدف، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي، بواسطة سفيان بوفال، يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات، فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون، نفس ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل الوصول للمرمى بعد محاولة اللي تلعبوا الشغف ديال الجمهور المغربي، هذه فرصة خطيرة ودابل يوسف الخيري، تمريرة، فرصة فرصة فرصة، حكيم زياش، فرصة الهدف، حكيم زياش كان بإمكانه يضع الكرة في الشباك، تلعبات بطريقة ممتازة، لاحظوا ردة فعل ديال وليد الكراكي، وحكيم زياش كان بإمكان منتخب الوطن المغربي قائم جولة أولى مثالية، فرصة فرصة فرصة، فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي، عز الدين أناحي يسدد في الوقت اللي المطالبة بأن هناك لمس على الكرة، وبالتالي من طرف اللاعب أليكس فينيسيوس جونيور، كانت خطيرة، أداء تسديدة مشات فوق المرمى، فينيسيوس جونيور يسدد مباشرة للمرمى، لاحظوا بأنه كان يدخل الفرحة اللي يقولوا كل المغاربة لعبت الكرة، كرة خارج عن الملعب، كرة خارج أرضية الملعب، كانت فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي، أشرف حكيمي، حكيمي حاول يمرر، تسديدة قوية لحكيم زياش، ولكن الكرة كتمشي بعيدة شيئا أمام لاعبين كبار
لكن هذا أو تدخل ممتاز ياسين بونو، ردة فعل ياسين بونو بعد تسديدة قوية لرودريغو في الوقت اللي قلت بأن المنتخب البرازيلي اللي عند بوفال ممتازة بزوفيا بوفال عند نصر المصراوي وحاول يمرر ويبحث على يوسف النصيري. تدخل الدفاع ديال المنتخب البرازيلي كانت ممتازة من الجهة اليسرى، سيرجع كرة من سوفيان أمرابط، مشات كرة في الجهة اليمنى لفائدة المنتخب على المستوى الوسط. سوفيان أمرابط لاحظوا ثلاثة ديال اللاعبين، هناك خطأ، هناك خطأ واضح، خطأ واضح والإنذار أعتقد للاعب روجر. كضرب في دفاع المنتخب البرازيلي، فرصة 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 عز الدين أوناحي، وتدخل حارس ويفرتون لبعاد الكرة، عز الدين أوناحي تسديدة قوية وسط لاعب فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء وخطيرة، كانت خطيرة هذه المحاولة لاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء، تعبت كرة رأسية خطيرة خطيرة على بطل لبعاد الكرة، ممتاز نايف أكارد لأنه كان هناك تواجد لاعبين. رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، فرصة أخرى خطيرة في ذات المنتخب البرازيلي لحسن الحظ ما تمكنش من التسديد، تمكنش من التسديد لاعب لوك تيد في الوقت اللي استرجع الكرة أمام يوسف النصيري، خطيرة وهدف، هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي، هدف بواسطة لاعبين كاسيميرو. ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن الكرة كتجاوز ياسين بونو وتعانق الشباك، هدف أول لفائدة المنتخب البرازيلي، فرحة ديال الجماهير كذلك البرازيلية الحاضرة وفرحة كبيرة للاعبي المنتخب البرازيلي العودة في نتيجة هذه المباراة كانت رأسية. والمحاولة أخرى يحيى عطيطة رفع كرة، فرصة فرصة هدف، فرصة هدف، هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري عبد الحميد الصابري، ورقة رابحة من حقك فرح، من حقنا جميعا نفرحوا يا وليد، من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو. عبد الحميد الصابري يضع الكرة في شباك، فرحة كبيرة بحضور كل الأجيال تحضر لمتابعة هذه الملحمة أمام منتخب برازيل. تمريرة تدخل ممتاز لنايف أكارد، كانت محاولة لإقلة جونيور، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، تدخل نايف أكارد ممتاز، هناك خطأ